لمحة عن احتجاجات إيران يعتمد على تقارير شبكة مجاهدي خلق الإيرانية في إيران. الخميس 18 مايو 2023 أحدث التطورات. استمرت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران يوم الخميس بعد يوم حافل من الاحتجاجات من قبل الشعب الإيراني في أصفهان ومدن أخرى، حيث سعوا لمنع السلطات من إعدام 3 سجناء في أصفهان. وأغلقت السلطات في أصفهان الطرق المؤدية إلى سجن دسكارد في المدينة ليلة الأربعاء لمنع الناس من التجمع خارج المنشأة. ووردت أنباء عن حركة مرور كثيفة في المنطقة، وتجمع بعض الأشخاص بالقرب من السجن بعد أن تمكنوا من الوصول إلى محيط السجن سيرا على الأقدام. وأقام السكان المحليون في مدينة جونقان بمحافظة شهر محل وبختياري جنوب غرب إيران مراسم يوم الخميس لإحياء ذكرى جمشيد مختاري، الشاب الذي استشهد على يد نظام الملالي خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد. وأقيم حفل مماثل في مدينة بندر أنزلي شمال إيران، حيث يحيي الأهالي ذكرى وعيد ميلاد الشاب مهران سمك، الشاب الذي استشهد على يد نظام الملالي. وكان السكان المحليون في أصفهان ومناطق مختلفة من طهران بما في ذلك إكباتان وجيتجار وشهرك باقري يرددون شعارات مناهضة للنظام ليلة الأربعاء بما في ذلك ليسقط خامن القاتل، لتسقط جمهورية الإعدامات، يسقط الدكتاتور، يسقط حرس الملالي والبسيج، يسقط نظام قاتل الأطفال. وأقام المتظاهرون في سنندج حواجز على الطرق وهاجموا فرع بنك تجارة التابع للنظام في وقت متأخر من ليلة الأربعاء وفجر الخميس للتعبير عن احتجاجهم على نية النظام إعدام السجناء 3 في أصفهان. ونظم أصحاب المخابز في أردبيل شمال غرب إيران مسيرة يوم الخميس احتجاجا على قرار المسؤولين خفض حصصهم من الدقيق. شكرا للمتابعة.